مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس متوجها إلى تونس في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، كما يرأس وفد السعودية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 30. وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج السعودية.